هذا البلد مؤمن به أبنائه. واجباتكم تجاه بلدكم انكم تساهموا بإعادة بناء السلم أفضل من الحرب، وإنه الحرب صارت ورانا. البلد بلشت جديا تتعمر، وإنه في ورشة عمار قائمة على قدم وساق في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية. يصعب تلخيص سيرة حياته بسطور: رجل إنماء وإعمار، أنقذ لبنان من دمار الحرب وأعاده إلى الخارطة السياسية والاقتصادية. الشهيد الرئيس رفيق الحريري، 15 عاماً مرت على غيابه، 15 عاماً من دون إنماء ولا إعمار، لنعيش اليوم عهد الإنجازات الوهمية من ثورة رفيق الحريري الإعمارية في بداية التسعينات إلى ثورة الشعب ضد الجوع والظلم عام 2020. أيام معدودة تفصلنا عن الحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. معنا اليوم عبر صوت بيروت انترناشونال سياسي واكب مسيرة الشهيد رفيق الحريري السياسية والإعمارية التي طالت كل لبنان، النائب الدكتور محمد الحجار. أهلا بكم. أهلا فيك. ماذا لو كان رفيق الحريري بيننا اليوم؟ لكن عايشين العيش اللي عايشينه، لكن الوضع أفضل بكثير. عم نعيش بحد أدنى من البنى التحتية بفضل ما فعله الرئيس الشهيد رفيق الحريري أثناء وجوده في الحكم. اليوم مش بس يمكن احنا نفقد له الناس اللي نحن حبيناه وكنا معه، كل لبنان، كل المنطقة، كل العالم تفقد له. حتى خصومه عم بيقدروا قديش فراغه كان مرعب. لو كان بيناتنا اليوم الرئيس الشهيد، هل كنا عم نشوف مثل ما عم نشوف اليوم الجوع والفقر والعوز عم ينتشر كتير بين شريحة كبيرة من اللبنانيين؟ قطعا لا، قطعا لا، لأنه الكل يشهد بقدرات الهائلة اللي كانت لدى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتمكنه من توظيف كل الإمكانات اللي كانت عنده أو عند أصدقائه لخدمة البلد. ما بقدر أنا أشوف أنه ما نشهده اليوم من انهيار على صعيد المنطقة العربية، ما بتصور أبدا كانت لتكون هذا اللي عم نشهده بنفس الشدة اللي هلأ شايفين لو كان رفيق الحريري كان بعده عايش. لا، رفيق الحريري قدر وظف إمكاناته، قدر وظف علاقاته وموقعه الدولي، قدر وظف لمصلحة البلد، وشفناه بمحطات كثيرة يمكن كان البلد ممكن يروح لمحلات صعبة، بس ولكن قدر جمد الانحدار. وشفنا هذا وقت العدوان الإسرائيلي ب 93، شفنا وقت 96. بتسألي أي واحد، بتسألي أي شخص اللي بيحب رفيق الحريري واللي بيكره، اللي كانت الأمور كانت لتكون أفضل بكثير لو رفيق الحريري موجود. طيب كيف قدر يطور ويبني الدولة والمؤسسات؟ رفيق الحريري من سنة 82، أنا تعرفت عليه بذاك الوقت ب 82، وقت اللي إجا وأراد إنه يزيل الدمار اللي خلفه العدو الإسرائيلي باجتياحه بسنة 82، وشفناه بعدين وقت اللي أراد أنه يوظف القدرات والإمكانيات اللي عنده بصناعة البشر، وقت اللي أطلق مؤسسة الحريري، وكان لي شرف أنه كذلك يكون موجود بموقع متقدم في هذه المؤسسة. لما إجا وأرسل آلاف الطلاب إلى الخارج لحتى ودرسوا بأحلى جامعات إن كان في لبنان أو إن كان في الخارج، لحتى يسحبهم يشيلهم من جو الحرب الأهلية اللي كانت موجودة. لما استلم دفة الحكم أطلق مجموعة من المشاريع الأساسية اللي أعادت بناء ثقة الناس بالبلد وبناء ثقة الناس بالدولة، ولعله هيدا أهم شيء في عملية إعادة بناء المؤسسات. هذا اليوم نحن اللي بنفقده اليوم ما في عاد ثقة، ما عاد في ثقة للمواطن اللبناني بالدولة ولا بأجهزتها ولا بمؤسساتها، بينما الأمر كان عكسه تماما أيام رفيق الحريري. أي مؤسسة عم بتكون هي المتقدمة في عملية مواجهة كورونا؟ مش هي مستشفى رفيق الحريري؟
شو هي المستشفى اللي عملها؟ طب ما هو أطلق المدينة الجامعية، بنى المدينة الجامعية بالحدث اللي قادر تستقبل آلاف الطلاب. يعني إذا بدك تحكي على 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 صعيد البنى التحتية، إذا كنت بدك تحكي على صعيد المشاريع الكبرى، تحكي على صعيد المطار، مطار رفيق الحريري، يعني كل هذه أمور شواهد على قدرات وإمكانيات هذا الرجل اللي حط كل ما يملك من أجل الوطن، من أجل البلد، واستشهد من أجله. طب كنا عم نحكي عن القطاع الصحي والمستشفيات، هل ممكن هيك نحصي عدد المستشفيات يلي ساهم ببنائها وتجهيزها؟ ويعني خلال هيدا الوقت فعلا أصبح لبنان يعني بلد الأول بالطبابة وبالشرق الأوسط كله. يعني لبنان كان مستشفى الشرق الأوسط، كان مستشفى العرب. سعى الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليرجع يبني البنى التحتية الأساسية بعملية بالأمور الصحية. يعني دائما كان الرجل عنده رؤية، لما بده ينفذ أي مشروع أو بيفكر بأي مشروع بيأمن كل الوسائل الممكنة لنجاح هذا المشروع والاستمرارية عمل المؤسسة أو القطاع اللي بيكون عم يشتغل فيه. مشان هيك وقت اللي عم نحكي بالقطاع الصحي، راح واشتغل بالبنى التحتية تبعيته اللي هي المستشفيات. مستشفيات رسمية أكيد بنا، شارك بتصور عنا اليوم نحن حوالي 26 مستشفى حكومي موجودة على مستوى المناطق بلبنان. إذا ما كانت كلها انعملت على أيامه، بس بكبير انعمل منها على أيامه، وأعاد تأهيل القسم المتبقي بينها. نهضت عدد كبير من المستشفيات الخاصة، هون هذا اللي قصدته، كانت عبر ناس علمهم رفيق الحريري. رجل له مثل ما قلت لك بصمات وين ما كان، بصمات وين ما كان. تحدثت انه هو كان عنده رؤية بكافة القطاعات، يعني كان يتوجه لتطويرها اذا بدنا نقول. اما من ناحية السياحة واستقطاب الاستثمارات، يعني حدثنا هيك شوي كيف كانت رؤيته بهذا القطاع. وقت اللي اراد تنشيط الاقتصاد بالبلد كان يعلم تماما بانه هذا الاقتصاد مبني بشكل اساسي في لبنان على قطاع الخدمات. رفيق الحريري كان يعلم تماما ما هو يناسب البلد، والدليل هو البحبوحة الاقتصادية والطفرة الاقتصادية كثير كبيرة اللي عشناها بفترة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انه اوحى بالثقة لكل الناس واجا او للمستثمرين من الخارج، او بتأمين البنى التحتية اللازمة للقطاعات الاقتصادية كافة، ومن ضمن القطاع السياحي وقطاع الخدمات. نحن حوالي 60% من حجم الأحجام الاقتصادية الكبيرة هي بقطاع الخدمات. نفهم شو كان عم يشوف رفيق الحريري وكيف كان عم يشتغل رفيق الحريري وقت اللي راح وعمل هذه البنى التحتية. لما بتقولي عمل البنى التحتية شو يعني؟ الأوتوسترادات بنى تحتية، وقت اللي بيعمل محطات شبكات مياه جديدة. نعم في عندنا مشكلة مياه، بس ولكن عمل، يعني اشتغل على تطوير الشبكات وإعادة تأهيل الكثير منها. وقت اللي بنحكي بموضوع الكهرباء، عمل أيامه 24 كانت الكهرباء مش مثل أيام هلأ. يعني نتذكر أنه كل عملية الأعمار اللي صارت ما تكلفت أكثر من 5 مليار دولار اللي عملها رفيق الحريري، ما كلفت أبدا أكثر من 5 مليار دولار بس، ولكن مردودها كان بعشرات ومليارات الدولارات على الاقتصاد بالبلد. لما شفنا انه ايام رفيق الحريري كان لبنان هو القبلة السياحية لكل ابناء الوطن العربي وحتى على مستوى العالم. هذا كله اجى كيف؟ لما عمل اعادة بناء، لما عمل سوليدار اعاد اعمار وسط بيروت، هذا كان لشو؟ هذا مكان قد ايه كان يستقطب من سياح في هذا الوسط. لبنان كان من اول البلدان يلي ادخل الانترنت والخليوي، وكان يعني الرئيس الشهيد سباق بين الدول العربيه لادخال الانترنت. كيف كان يعني ينظر لقطاع التكنولوجيا؟ كنا نحن عندنا اول شبكه موبايل بالمنطقه العربيه، اول شبكه موبايل بالمنطقه العربيه كان عملها رفيق الحريري بلبنان. هل ممكن أن يرجع لبنان إلى زمن رفيق الحريري؟ إن شاء الله تكون أيامنا، ما بعرف. ما أضيق العيش لو لفسحة الأمل، لكن الانهيار اللي احنا فيه اليوم انهيار كتير كبير، وبنهاية الأمر اللي عم يأكله هو الشعب المسكين. كيف شايف الثورة اليوم؟ ثورة الشعب ضد الظلم والفساد والجوع،
لا شك بانه انطلاقه 17/20 كانت رائعه، ونحن حتى ولو كنا هجمنا يعني كاطراف سياسيين موجودين سياسيا يعني البلد وين رايح؟ يعني هذا العهد للاسف يمكن نغشينا كثير، ربما ندفع الثمن اليوم لما بيجي الخارج ينصحنا بانه نروح لنساعد نفسنا لقدر يساعدنا هو، عمل ايه؟ بنتهكم عليه ومنهاجمه. نفتش كيف بدنا نرجع نعيد ثقة الناس بالبلد، هذه الثقة اللي اليوم مفقودة الى مدى كثير كبير.